تستضيف قاعة ساتشي للأعمال الفنية بالعاصمة البريطانية لندن وعلى مدار 3 أسابيع معرض سعادة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، وهو معرض للفن التشكيلي لمجسمات مستوحاة من التراث البحريني الأصيل وخاصة المشربية، والتي صبغت أعمال الفنان البحريني، حيث تداخلت الأضواء والظلال لتضفي صبغة فنية أشاد بها كل حضور حفل الافتتاح. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. المشربية بطلة معرض الفنان التشكيلي سعادة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، قدم من خلالها إبداع فني أبهر من خلاله الحضور. في واحدة من أعرق صالات العرض الفنية في العاصمة البريطانية، صالة عرض ساتشي. وفي أول معارضه التشكيلية بلندن، تمكن الفنان البحريني عبر تصاميم المشربية من الجمع بين متضادات العناصر وازدواجية تركيب ومعاني القيم لإيصال وجهة نظره الفنية. أنا سعيد بإقامة المعرض في مدينة لندن في جاليري ساتشي، ويرجع الفضل طبعا لجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد والحكومة الرشيدة التي تدعم الفنون والثقافة بشكل خاص. ويأتي هذا المعرض طبعا نتيجة لفكرة إقامة معرض حديث باستخدام فكرة يعني لها علاقة بالتراث واللي هي المشربية. فوجود المشربية في المباني والبيوت والاستخدامات الأخرى هي طبعا يعني أداة للحد من الشمس والحد من خصوصية المنازل إلى آخره. I'm absolutely blown away. أنا منبهرة بشدة ومتفاجئة، ولم أعلم ماذا سوف أجد، لكن لا أستطيع تصديق هذه الموهبة الفذة. أعلم وقد تحدثت إليه وأرى أفكاره شديدة الترتيب وتدل على موهبة عالية، ولكي يستطيع تنفيذ هذا في وقت قصير خلال هذا الأسبوع المليء بالأعمال الفنية، حيث لدينا في لندن كل الأسماء الكبيرة العالمية، ولتجهيز هذا المكان بهذا الشكل هو شيء رائع. شوف، إحنا دائما نقول الثقافة ليس لها حدود، والثقافة تربط الناس بعضها ببعض من دون أي قيود ومن دون أي حدود. أنا أعتقد ما يقوم به الشيخ راشد وأيضا زملاء الفنانين الذين رعاهم على مدى السنوات السابقة، ما يقوم به من رفد للحركة التشكيلية في البحرين، يعطي انطباع عن التقدم والحضارة اللي موجودة في البحرين ومنطقة الخليج العربي. وقد بدا واضحا استخدام الفنان بتمكن لعبقرية تصاميم المشربية التي تكمن في نقوشها الزخرفية واستخداماتها العملية، محافظا على خصوصية فنه العربي الأصيل بعيدا عن الانعزالية. وحظى المعرض باهتمام عدد كبير من الفنانين المحليين والعالميين والمهتمين بالحركة الفنية والثقافية بشكل عام. لم أرى أشياء بهذا الحجم وبهذا الإبداع وبهذه يعني بهذا الإتقان، سواء من ناحية يعني العمل كجزء فني أو كإنجاز، يعني شيء لم يتعود عليه في العالم العربي. دخلت في هذه المتاهة التي من نحن وسطها، فشعرت أن شيخ راشد قدم شيئا جديدا، شيئا مختلفا لا بد أن ننتبه إليه. نحن الآن أمام شيء مختلف تماما. وبين هندستها المعمارية وخصوصيتها الثقافية، أتاحت المشربية للفنان راشد بن خليفة مجالا واسعا للدمج بين الخامات الحديثة التي تعكس الطابع الفني المعاصر والمضمون التراثي العريق. إلهام مختلف وحالة خاصة يخلقها معرض الظلال والأضواء، مقدما نماذج بصرية حديثة مستوحاة من هندسة معمارية تقليدية. علاء دخاخني، تلفزيون البحرين، لندن.